كيفكم يا شباب؟ عساكم بخير. اليوم رح نكمل الجيم ورح حط لكم فقط اللقطات اللي فينا نمشي فيها، لذلك بدون تأخير الله يستر بس عطيني لايك واشترك إذا كنت جديد وخلينا نكمل الجيم. هات هاي. أيوة شوف أنا هون، هو كاتب لك وين أنت. طيب المرة لازم نمشي بالاتجاه الثاني، أنا متأكد. لحد الآن عادي تماما، أصلا هو حط لك سهم بس بدي أمشي مع الإضاءة تماما بدون أي تأخير. وين هي؟ آه والله ظلام مطبق ترى. وين؟ شوف اوكي المكان الصح، شايف؟ اوكي شايف المكان الصح، بس كان في شو خوف لما كتب لك انه ارجع. فيني اطلع ولا لا؟ اي بالوجه بس. هذا المكان الصح لازم المفروض. Come on man, we have to get back together. اوه شوف شو بيحكي معه. Not a chance. Your jokes are trash. خليكم تحكوا، خلينا ندور على شيء مهم. Everybody will think you're the joke when you're hopping around like a bunny. اوكي هذا الباب مغلق وهون مغلق كمان. Oh, you make a good point. في شغله هون. فيني امشي؟ نيفر. شو صار؟ وقع. وقعه. اوكي ممتاز، لا بداية جيدة على الاغلب. طيب في باب تحت. اوكي لحظة خليها تجي. فيها تروح لعنده ولا لا؟ تعال نشوف. طب خلينا نحاول انزل. اوكي ممتاز. ايوه تعالي لهون، تعالي لهون. وين؟ كيف بدي احدد لها؟ تعالي لهون، تمام. روحي لهون، لازم تضربها صح. يلا روحي يا عمي روحي. بعيدة؟ واو كيف هيك بعيدة؟ اما يكون هون اول شيء. ايوه شريط. الو؟ يلا اضربيها. طب ضل هي كيف؟ شو اللي بصير؟ اوكي هي ما وصلت لها ابدا. اوكي I will find it, the perfect joke
I might have lost a leg, but it will all be worth it in the end. I just have to make sure I don't lose the other one. Whoa, المكان رعب ها. But I must remember absolutely no more jokes about being trapped in a kangaroo's pouch. اوكي فتحت الباب. اوكي. Glad to know you survived the madness happening outside. I've seen cases escape containment before, but nothing this crazy. You're not much of a talker, so I'm going to assume you're here for an important reason. واخيرا طلع هاد. You wouldn't risk your life to be here otherwise. Whatever it is, I'll come with you. يا سيدي عرفت بعد مليون سنة. بعد مليون سنة من المحاولة عرفت كيف طلع. أنا نسيت تماما. بس شوف تذكرت. شوف شو تذكرت طلع. إشارة الإكس اللي هون. شايف هي دائما بخطئ فيها. شايف؟ توقعت تماما. توقعت تماما. أوكي خلينا نفتح الباب اللي هون. اوكي خلينا نشوف. واو الظلام مطبق يا اخي. ولازم الدرون تكون معي. حاول امشي اسرع شيء. في اضاءة حلو كتير. شوف مين. اوكي لازم ننتظر هون. شوف كم شخصية بس. تفضل. شوف لك المكان. شوف لك المكان. اوكي. كلها من هاي الاشياء. It seems really familiar, but I'm not sure where I could have ever seen something like this. واو. شوف المنظر. بدنا نعمل شيء حتى يفتح الباب انا متاكد. اوكي بما انه هون في خزنه او مثل باب معناها لازم مكتوب لازم نجيب هاي الشخصيه لهون لعند الضوء. هاي الشخصيه اللي ترى ولا هاي لانه هو نفس الشكل. حلوة بس ده تفكير كتير. تعرف تفكر. لحظة خليها هون. وخلي هاي هون. خلي هاي هون. واو في هاي. اوكي انحلت. خلص انحلت اول وحدة. اي وحدة؟ شوف الضوء مطفي هون اصلا. لحظة الضوء هون اصلا مطفي. اوكي خلينا ندور على شيء يشغله مثلا. شوف صار ضوء تاني هون. اوكي صار في ضوء تاني هون. اوكي سهل.
سهلة بس بدها تفكير ألف. خلص انحلت، شوف هي انحلت. اوكي انحلت، يلا ايوه شعل الضوء هون ولازم هون. حلو كتير. شف لك هي كيف لما تشغل العقل كل شيء ينحل. يا سلام شوف لك طلع وهي انحلت كمان. حلو، ضل الاخير، ضل الاخير. شوف عملت مكانين فاضي هون، مكانين ثلاثة حتى، مو اثنين ثلاثة. يلا واخيرا Watch out. اوكي What is that doing in here? راح شوف في شيء هون. اشوف شفت هاي بالارض. اوكي حط لك سهم كمان. Hey, is that guy over there a friend of yours? واشوف طلع لك هداك. اوكي يلا السلام عليكم باي. It's not like we're gonna eat his pancreas. اوه تسكر الباب. خلاص راح. So, you are my liberator. افطل حط لك جرافيك كمان. يا سلام. You had your chance to escape my name. شوف مين اجا. خليني افتح الباب بس. شو اللي بيصير بالخارج؟ انا على فكره ما بعرف. يلا نهرب. شو اللي بيصير؟ نرجع محل ما كنت؟ اوكي يلا مشي. اوكي لازم يكون الباب فتح. ايوه هذا الباب المفروض يكون فتح وخلاص. الظلام كله ظلام يا اخي. اوكي وصلت. اوه من وين طلع؟ Did you see where Sir Dadadu went after our skirmish? مستحيل. I know this place. The switch should be on the office above, but getting in there won't be easy. تعال نشوف بالأعلى عن جد. You have to activate the four locks of the door from down here. And they need power. I can fix them if there's power. أظن لهون كافي هالمرة عشان يكون الأجزاء جزء ورا جزء. وبصراحة يبدو في أشياء كتير حلوة ورح تكون كتير صعبة كمان. شكرا كتير لك للمشاهدة، لا تنسى تعطيني لايك وتشترك، وإن شاء الله بفيديوهات قادمة. مع السلامة.